تمكن المنتخب المغربي من الفوز على منتخب مدغشقر بهدف لصفر من توقيع الوافد الجديد على المنتخب وليد أشديرة. ويواجه المنتخب المغربي نظيره التشيلي بعد غد الجمعة في برشلونة انطلاقا من الساعة 8 مساء، بينما يلاقي الباراغواي يوم الثلاثاء المقبل في مدينة إشبيلية في نفس التوقيت. واصل المنتخب الوطني تحضيراته للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما أمام منتخبي الشيلي يوم الجمعة بمدينة برشلونة والباراغواي يوم الثلاثاء بمدينة إشبيلية. وهكذا برمج الناخب الوطني وليد اليوم الثلاثاء حصتين تدريبيتين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، الأولى في الفترة الصباحية والثانية في الفترة المسائية، ركز من خلالهما على الجانب التكتيكي والتقني. وقد كانت فرصة لانضمام لهذه الحصة اللاعبون الذين التحقوا أمس الاثنين، من أبرزهم اللاعب حكيم زياش الذي بدا سعيد مع زملائه اللاعبين بعد عودته لعرين